إذا لو قال لك قائل لماذا جاء بباب الباب الرابع باب الخوف من الشرك؟ نقول لأن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك، ولأن بعض الناس قد يقتر بنفسه ويقول كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله: يا رب استهدي ما عليك دليل، لا يخاف من الشرك. لا، يقول هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خليل الله أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده، ومع هذا يدعو يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا أنت من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته رضوان الله عليهم وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذا نحن من باب أولى. كيف نخاف من الشرك؟ ها، من يعرف؟ الآن أقول لكم كيف نخاف من الشرك؟ ها؟ قراءة الباب. سبحان الله، لماذا نحفظ؟ اقرأ عن الباب. أي إنسان يسألك كيف نخاف من الشرك؟ تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح؟ تسرد عليه الباب كاملة. مفهوم؟ نعم، أدلة. وهذه ثمرة الحفظ، أدلة. لأن الآن لا يمكن أن يأتي إنسان مثلا يناظر إنسان آخر في مسألة مثلا في القبور وكذا ويقول له: فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. لا، السلم متى يدرس؟ سلم الوصول بعد أن تدرس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية حتى تضبط الأدلة، بعدين النظم يسهل لك المراجعة. أما تبدأ بالنظم خطأ في التوحيد أقصد، لكن في الأصول ابدأ بالنظم لا إشكال، في النحو ابدأ بالنظم لا إشكال، أما في التوحيد لا. تمام. إذا كيف نخاف من الشرك بقراءة الباب؟ كيف نخاف من الشرك؟ حذرنا الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لابد نخاف نحن من باب أول. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، لأن نحن من باب أول. كيف نخاف من الشرك؟ بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك حتى لا نقع فيه، بالدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بالبراءة من الشرك وأهله.